صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 97 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وذلك بعد عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني جاء فيه يعين السيد أحمد عبد الله صالح الذوادي مديرا لإدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني